الله يسامح على الهواء صافي. واليوم الجمعة احنا قالك انت كندعي وحق الله العظيم اللي كنت كندعي الجمعة. قول الله يسامح من قلبك من الله يسامح. اليوم في طوندونس ويبا كريم غادي نهضروا على سعيدة فكري كما قلتي فنانة اللي تبارك الله المشوار ديالها حافل بمجموعة من الأغاني اللي دوزنا معها في بيريود ديال الطفولة. يعني دائما ملي كتسمع يا جبال الريف كتسمع بزاف ديال الأغاني كتفكر سعيدة فكري وكتفكر دوك الأيام ديال الطفولة اللي دوزنا. طرات واحد الحادثة هاد نهاية الأسبوع اللي داز وخلقات واحد ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ديال واحد الحفل ديال سعيدة فكري تلغى. علاش؟ هادشي اللي غادي نعرفوه ونرجعوا نتناقشوا عليه. فكري حاولنا نخدموا معها ونرجعوا لها النوستالجي ديالها ونعاونوها باش دير لها برومو ديالها في المغرب ودير تورني في المغرب وترجع لا سين. سا الحمد لله ما هاد السيده مباشره بانه لا نوفيل جينيراسيون اللي جايه وكاينه ان طور دو سوفر خاصها تخدم على راسها. المهم حاولنا مع الكوميد دات الاولى جناها حاولنا دات الثانيه ها هي المبيعات ما كانوش لا بريبار انا هادي زانفيتي كنا باش نعاونو زعما نشجعوها ونعاونوها. سارة ما تبع والو ما قداش تجي باش تلعب قدامكم لانها ما عندهاش احترام للبوبليك ديالها. هو المنظم ديال الحفل اللي كان في مدينة أكادير واللي تخلفت عنه سعيدة فكري هي هو كيتهمها بأنها أخوات بهم. نعم هي شنو جاوبت سعيدة فكري؟ واخا سعيدة فكري كانت حضرات يعني جات لأكادير ويعني قبل ما طلع الحفل وطلع دي الأغاني ديالها في الحفل طلبات المستحقات ديالها. منظم ديال الحفل يعني بدا كيتماطل قال لها راه زعما راه ما كاينش تقول انه كيتماطل هذه الروايه ديالها. نعم اوكي يعني قالت لك ما بغاش يخلصها ما بغاش زعما يدي دوك الواجبات. هي ما قالت لي ما نقدرش انا نطلع يعني جايه الا ما تخلصش يعني جايه من, من من امريكا جايه تال لا شوف الفنانين كلهم مغاربة عرب ولا أجانب كيقول لك خلصني قبل ما نطلع لأنه إلا مش حتى دار الحفلة كيخاف أنه ما يتخلص. شوف حتى في العباسات من طبيعة الحال المغنيين ديال العباسات والجوخ كيتخلص من هذه المسألة عادي. دونك عندنا جوج روايات. نعم واحدة ديال المنظم الحفلة اللي كيتهم سعيدة فكري بأنها أخلفت الموعد وأنها خوات بهم وبالالتزام ورواية ديال سعيدة فكري اللي كتقول أنها ما خواتش بهم جات وكانت حاضرة ومستعدة تغني ولكن ما عطاهاش مستحقاتها كما هو متفق قبل من الحفل وكنعتقد أنها تلجأ للقضاء الآن. نعم لجأت القضاء حطت واحد الشكاية بالمنظم ديال الحفل تشهير بأنه زعما خل بالبنود ديال العقد اللي بيناتهم الى اخره. وغير الاشاره كريم ان هذه القضيه ديال 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 الحفلات بحال ما هكذا خصوصا في اكادير كانت وقعت تقريبا واحد ثلاث مرات ولا اربعه المرات. ايكو في 2013 كان واحد منظم ديال الحفل ماشي نفس المنظم ما عرفتش المهم كان منظم ديال الحفل جاء ايكو مشى من مراكش حتى لاكادير فاش غادي يبغيو فاش بغى يطلع قال ليه نتخلص هذاك السيد قال ليه وقال ليه حنا ويلي واش بيناتنا صافي هي بدا الحفل راه غادي نخلصوك. طلع ايكو غادي يبدا لو شو ديالو تقريبا دوز واحد ربع ساعه في لو شو عيطوا ليه من الكواليس اجي خرج من الكواليس قالوا لي راه هذاك راه هرب هرب ما كاينش فلوس ورجع كمل لو شو فاش ساله قال الجمهور انني راه احتراما للجمهور احتراما لكم حيت بديت العرض مي زعما كون ما كنتش بديت كان ما غاديش ما نديروش. ومشاو لقى حتى لوطيل ما مخلصش نقول له مخلص لوطيل ومخلص ترونسفور ايكو دارت بفهد عاوتاني كان حفل واحد اخر في 2019 نفس الشيء هذا ما كانش النصب على الفنانه مي كان النصب على الجمهور انه كانوا غادي يكونوا فنانه سعيده فكري سعيده شرف يا ربي مجموعه من الفنانين وحدين اخرين مي في اخر المطاف جاوا الجمهور يعني خلصوا لي تيكين جاوا نهار العرض لقاو الاجواء ديال ان راه كاين حفل ولكن ما كاين حتى شي واحد ما كاين لا منظمين ما كاين لا فنانه لا حتى شي حاجه. دونك هذه القضيه ديال النصب عمرها وقعت لك مراد خدمتي شي خدمه مع شي مؤسسه ولا في شي بلاصه وقال لك صافي غير دير تهدير وقعت لي ولدي ملي كنتفكرو كندعي على هذاك الله يسامح ربي يعوضك خير اقول الله يسامح
على الهواء صافي اليوم الجمعه شحنا الا كنت كندعي وحق الله العظيم الا كنت كندعي الجمعه قول الله يسامح من قلبك من الله يسامح هي صعيبه ولكن ما لا خصوصا ملي كتكون في واحد البيريود اللي زعما كتخدم من نيشك وكتكون محتاج لديك الفلوس وانا دابا لي مؤسسه تجاريه كبيره في المغرب زعما بلا ما نقول لك قلت لك شكون ما غتصدم كتبان انت لاباس عليك يعني ما واقفش على ديك ما بقاوش كيجي ديك دابا لي وهما تفرجوا في الفيديو ديال زكريا حدراف قبل ما يديروا زكريا حدراف كنا عيط لهم هما بجوج لي دو ريسبونسابل جوج سيدات كنا عيط لهم كتجاوب كنت تخيل دابا انهم ملي كتقول لها كريم حضرتك عاد تقول لها ما نجاوبوش عرفتي وخدمنا وكل شيء وداز مزيان قول برافو تبارك الله عليك والناس عجبهم الحال في الاخر على اي حال خلينا نسمعوا سعيده فكري ونشوفوا القضاء شنو غادي يدير وشنو غادي يفصل وشنو غادي يحكم في هذه القضيه هذه وفي هذا الملف اللي حاجه وحده ربما ما عجبتنيش في التصريحات ديال المنظم وعنده كل حق انه يقول اللي بغا ويدافع على راسه غير كيفاش تم قام بصياغه هذاك الخطاب ديالو فانت جايب سعيده فكري في سعيده فكري اكبر من هذاك الحفل واكبر من المنظم واكبر من جميع المنظمين ومن الحفلات كامله لانها فنانه مغربيه خصنا نحترموها ونقدروها كما كنقدروا جميع الفنانين والمبدعين المغاربه وكما كنقدروا ايضا المنتجين والمنظمين والجمهور المغربي فانت جايب هالحفله لانها عمليه تجاريه بالنسبه لك غادي تخلصها وهي غادي تجي وغادي تغني وغتبيع تذاكر ولا تبيع دي زانفيتاسيون ولا تعطيهم ولا دبر راسك وخا تربح واحد ربح معين يا اما مادي او معنوي الا ما ربحش ما تعيطش ليها ما الهدف انك جايب سعيده فكري وتقول احنا بغينا نرجعوا لها الامجاد ديالها ونديروا لها الدعايه ونديروا لها ماشي مجالها انت ماشي لا ماشي وزاره ديالها ولا وزاره الثقافه ولا منتج ديالها ولا شي حاجه اللي بينكم هي علاقه تجارية بحتة ديال أجر وعمل نعم. مراد خدام في شادا اف ام كيخدم كيدير التنشيط ديال البرامج كيدير الإخراج العلاقة اللي عنده مع شادا اف ام واحد الأجر شهري اللي خصو يتخلص فيه في نهاية الشهر لا شادا اف ام غتجي تقول لمراد أنا لا بغيت نعطيك إشعاع وانتشار ولا مراد غيقول شادا أنا كنت عاون معاكم وكنساعدكم مزيان تكون العلاقة طيبة وإيجابية وفيها حوايج خويا كنا بحوها تربح سعيده فكري حفله ناجحه تجيب لها حفلات اخرى تدير لها اشعاع ولكن هذاك التصريح ديال خصوصا الا كان بصح الروايه ديال سعيده فكري هذيك المصيبه حتى في البلاغ ديال سعيده فكري يا كريم قالت انه هي يعني راه بشهاده ديال مجموعه من الجمعيات مجموعه من الناس اللي نظمت معاهم حفلات يعني احيانا راه كانت كتنظم حفلات اللي ما تخلص فيهم حتى شي حاجه وعاد حاجه وحده اخرى قالت لك اللي خلاني انني ان ما نطلعش هو انايا في الاغاني ديالي كنحث على ما يكونش النصب ما يكونش الرشوه ما تكونش الحقره دونك ما نبغيش انا نكون محقوره وما نبغيش انا يتنصب عليا وسميه يعني خصني نعطي مثال للفنانه وحدين اخرين ما تلعبش على داك العامل النفسي ديالي ولا العامل العاطفي بيني وبين بيني وبين الجمهور ديالي لا طلعي للجمهور راه الا ما طلعتيش راه غنقول لهم شي حاجه بحال ما هكا وهذه النقطه هذه اللي تكلمت عليها سعيده فكري هي مهمه جدا في المجتمع كله انه بزاف ديال المدعين خلينا نقول يدعي صوره وخطابا وقيم ومبادئ قدام الناس ولا في العموم ولا فاش كتعطاه الميكروفون ولا في التلفزيون ولا في الندوات وفي اللقاءات وفي المجالس وفي حقيقه الحال هذيك القيم وهذوك لي فالور ما كاينينش او ممكن يتبدلوا بين عشيه وضحاها فهادشي علاش نتمنوا انه يتوصلوا لحل في نهايه المطاف كما كيقولوا الامريكيين افضل الانتصارات القضائيه والمحاكم هي والقانونيه اللي ما كتمشيش للمحاكم اصلا نعم. الصلح افضل وممكن يوضحوا الامور بعد ذلك من اجل المصلحه ديالهم بجوج خصوصا وديال الفن المغربي ولكن هذه النقطه ما يمكن الا نتفقوا معها انه اذا كان انسان شخصيه عموميه وفنان او مثقف خصو يكون حامل هذيك القيم اللي كيغني عليها اللي كيمثل بها اللي كيشوفها نعم. حياته الخاصه هذاك شيء شان اخر شان ثاني ولكن غير ما تكونش هذيك القيم هو ما مقتنعش بها اصلا واحد كيقول لك لا للحقره ولا للرشوه والشفره وهو اول من يمارس هذيك الحقره وهذيك الشفره وهذاك الفساد كما قالت سعيده فكري